يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مالياتي. رجعنا لكم أصدقائي فيديو جديد، فيديو أسطوري مثل ما عودناكم. فيديو اليوم أصدقائي هو عن الموقع الجديد الذي وضعته شركة غارينا اليوم فقط. عن جد أصدقائي موقع خرافي، سأشرح لكم كل التفاصيل التي تحتاجونها من خلال التعرف عليها في هذا الموقع أصدقائي، كيفية الحصول على النقاط، كيفية الحصول على الجوائز، وما هي الجوائز التي يمكننا أخذها. كل شيء استجدونه في هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وإذا كنت جديد معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. هذا كله يحفزنا على الاستمرار. وشكرا لكم مسبقا أصدقائي، نذهب مباشرة إلى الشرح، لن أطيل عليكم. هذا هي كيفية الدخول إلى الموقع. هذه يا أصدقائي، هذا هو واجهة الموقع. ندخل مباشرة إلى الموقع حتى نشرحه بالتفصيل إن شاء الله. هذه هي واجهة الموقع أصدقائي. مثل ما ترون، هذه هي الجوائز التي يمكننا الحصول عليها من خلال هذا الموقع. كيفية الحصول على هذه الجوائز أصدقائي؟ يجب علينا جمع النقاط. كيفية جمع هذه النقاط أصدقائي؟ سهلة جدا. يجب أن تلعب وضع المصنف أو الرانكت مثل ما نقول له. يجب أن تلعب هذا الوضع أصدقائي فقط، يمكن من خلاله يمكنك الحصول على هذه النقاط. كيفية الحصول على النقاط أصدقائي؟ من خلال كيل واحد أو من خلال قتلك شخص واحد سوف تحصل على 10 نقاط، ومن خلال أخذك البوية في وضع المصنف ستحصل على 50 نقطة. ولكن يوجد يومين للدروة أصدقائي، يوم 25 أفريل و 2 ماي. هذه الأيام أصدقائي ستكون هناك نقاط مضاعفة، يعني قتل واحد يمكنك الحصول على 20 نقطة، وبوية سوف تحصل على 100 نقطة. لذلك أنصحكم أن تلعبوا في هذه اليومين أكثر وأكثر حتى تحصلون على نقاط أكثر. مثل ما ترون أصدقائي، يمكنك من خلال تجميع 150 نقطة الحصول على المقلاة، أو 300 نقطة يمكنك الحصول على هذا اللباس، 500 نقطة ستحصل على هذه الثلج الخضراء الجميلة جدا، و 1000 نقطة يمكنك الحصول على الرقصة جميلة جدا. يوجد أيضا أصدقائي جوائز أخرى في هذا الموقع، ولكن للأسف ليست لكل الناس، لمجموعة مخصصة فقط. كيفية الحصول على هذه السكينات أصدقائي؟ مثل ما ترون، المركز الأول سيحصل على كل هذه السكينات، و5000 المراكز التي بعدها سيختارون سكين واحد فقط. كيفية الدخول في هذه المراكز أصدقائي؟ مثل ما تعرفون، كل شخص لديه كلان، والكلان هذا فيه مجموعة من الأعضاء، يعني سيجمعون كل نقاط هذه الأعضاء وسيصنفونها بالترتيب. والذين يحصلون على 5000 المراكز الأولى سيحصلون على هذه الجوائز أصدقائي. لذلك يجب على كل كلان أن يلعب وضع المصنف حتى تحصلون على المراكز الأولى. وحد موفق للجميع أصدقائي. وأيضا أردت أن أوضح نقطة مهمة، يعني النقاط أصدقائي لن تظهر مباشرة بعد خروجك من اللعبة، لن ترى نقاطك في الموقع، سوف تنتظر من ساعة حتى 24 ساعة حتى نقاطك تظهر في الموقع أصدقائي، لأنه يوجد ضغط كبير على الموقع. لذلك لا تستعجلوا على النقاط، العب فقط، وبعد يوم أو بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات سوف ترى نقاطك هنا في، يعني أصدقائي لن تحصل على النقاط مباشرة بعد خروجك من اللعبة. يجب أن تنتظر مثل ما رأيتم من ساعة حتى 24 ساعة، لأنه يوجد ضغط كبير على الموقع. لذلك لا تستعجلوا، وحد موفق للجميع، وأرجو أنني وفقت في هذا الشرح أصدقائي. إذا لم تفهموا أي شيء أتركوا لي تعليق، سأجيب على جميع التعليقات. وشكرا لكم مسبقا، وانشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم. السلام أصدقائي.